فقرتنا الثانية عم تحكي عن موضوع كتير بهم الأهل بالعموم. هلأ بلشت العودة للمدارس وبيختلف طبعاً التغذية اللي كان بيأخذها الولد أو الطفل بالبيت عن اللي بده يأخذها بالمدرسة، حتى فترة المراقبة بتختلف. صح. سالي بين ما كان تحت عين مثل ما بيقولوا ونظر أبوه وأمه، لهلأ بده يروح على المدرسة شو بده يأخذ معه أكل، كثير تفاصيل وأسئلة عن النظام الغذائي. صحيح، 50% من الأطفال، وفينا نقول لا أكثر من 50%، ممكن هيك يستغفلوا موضوع أهاليهم وياكلوا الشغلات اللي هن بيحبوها. الطفل ضعيف أمام، خلينا نقول كلياتنا أمام الأكلات أحيانا ما بتكون مغذية، ولكن طعمتها هي طيبة بالنسبة لهم. أكيد كيف فينا نحن قد ما كان نحد من هذا الموضوع ونخلي أطفالنا طعام وغذاء لذيذ وأيضا صحي؟ هدول المواضيع كلها رح تجاوبنا عليها لليوم ضيفتنا بالاستوديو، أكيد أخصائية التغذية غزل الحلاق. يسعد صباحك غزل. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير يا هلا. يعني دائما هذا السؤال الشائع، يعني يمكن بقلب الصيف هي بتقدر تراقبه، لا تاكل هي كل هي تاكل جنبه تمام. فبيمشي الحال. مدرسة فترة طويلة مزبوط من الصبح للظهر. خلينا نبلش نقول كيف بيكون الغذاء صحي للأطفال وهي فترة تأسيس بناء جسم. تمام، مثل ما حكيتي إنه الغذاء كتير لازم يكون ضروري وأهميته كتير كبيرة للأطفال، إن كانوا بالبيت وإن كانوا بالمدرسة. لهيك إنه نعود أطفالنا على عادات صحية وطريقة أكل صحية، فهن موجودين بالبيت بحيث يقتنعوا بهذا الشيء اللي هن عم ياخذوا، ما يكون إجباري وإلزامي، بالإضافة ما نحرمهم من الأشياء اللي هن بيحبوها. صح. فبيكون في شوي بموضوع توازن بحيث إنه هن عم ياخذوا شيء صحي وبالإضافة عم ياخذوا شيء حلو. وقت بيشارك الطفل بتحضير وجباته، وقت بيعرف وبيفهم ليش عم اخذ هذا النوع من الاكل، ليه مو هاد، ببلش هو بيساعدنا انه هو عن جد يختار الخيارات الصحيه. فالتغذيه الصحيه هي كثير مهمه للاطفال، خاصه اطفال المدارس، هي رح تساعد على نمو دماغهم بشكل كثير كبير. الدراسات اثبتت انه الاطفال اللي بيكونوا عم يتناولوا غذاء صحي ومتوازن بيكون تركيزهم كتير أعلى، طاقتهم كتير أعلى، الانتباه عندهم والحفظ المعلومة كتير أسرع وأعلى. نعم. لهيك التغذية كتير مهمة بالنسبة لموضوع الدراسة والأطفال بهذا العمر. نعم، يمكن موضوع مهم جدا، يمكن عم نحكي عنه حضرتك عم تنوهي عليه. يعني غزل، ممكن أحيانا الأمهات بيقولوا الطفل مثل ما أنه معود، يعني يلي امه مثلا معودته يفطر فطورهم اللي هن بياكلوه بيض جبنه حليب، فممكن الطفل خلص يتاقلم على هذا الموضوع. اما الامهات يمكن يلي شوي هيك ما بدي، ما ممكن تحاول معه، خلص ما بده خليه ياكل شيبس، خليه ياكل بده اياه. هي عاده مثل ما قلتي. تماما، هيدا نحكي عنه. انا وقت بعوده بهذا الطفل هو وقاعد بالبيت اني انا عم اكل هذا الاكل الصحي وهو قاعد جنبي عم ياكل نفس الشيء بكميه اللي بتناسبه، بصير يتعود انه هذا الشيء اللي لازم اخذه ياكله. وبالنقاش هلا بالوقت الحالي المناهج حتى الدراسيه تحكي عن اهميه الاكل الصحي، بتحكي بتوعي الاطفال اهميه انواع الاغذيه، فالطفل ما عاد انه هو لازم ياخذ هذا الشيء وبس، صار يفهم ليش انا لازم اخذ هذا الشيء، هذا العنصر شو فيه، هاي الماده شو فيها، ليش فيني بدل بين هاي وهاي. فهي الحوار بين الام والطفل وان تكون هي القدوه مثل ما بيقولوا بانه هي تتعود على عادات صحيه كثير شيء مهم، بالاضافه انه هذا الطفل مهما تعود على هذا الشيء كبر معه، فبالتالي انا بخفف من مخاطر انه هذا الطفل ينصاب بالسمنه مع الوقت، انه يصير في عنده امراض ومشاكل هرمونات يكبر. تمام، فانا كل ما عودته من هو وصغير كل ما كان النتيجه احسن له كبير. اكيد. طيب خلينا نحكي شوي بقى بالتفاصيل، يعني اليوم اول وجبه بياخذها الانسان هي بتعطيه الطاقه اللي هي وجبه الافطار. صح مزبوط. طيب في كثير اطفال مدرستهم الصبح بكير ما بيلحق يفطر احيانا قبل ما يروح على المدرسه. تمام، شو وجبه الافطار لازم تتضمن؟ هلا هو
يفترض انه يفطر او ياخذ شيء ولو سريع قبل ما يطلع، لانه هذا الطفل هو حيوصل دغري على اول حصه، فاول حصتين الدماغ بيكون متنشط اذا انا عاطيته طاقه وعاطيته شيء عن جد انه يكون عم يشتغل بطريقه صحيه. وعلى طول بيكون اول حصص بالمدرسه بنتذكر بتكون هي الحصص الدسمه تماما، فهو بحاجه لتركيز، عربي فيزياء كيمياء رياضيات، فهو بحاجه لتركيز بحاجه لطاقه. فكمان برجع بحكي على اكد انه الدراسات كثير اثبتت انه الاطفال اللي بياخذوا وجبه فطور الصبح عم تكون درجاتهم بالمدرسه كثير اعلى، عم يكون تركيزهم كثير اعلى بهاي الحصص. فهو يفترض انه ياخذ ولو شيء سريع صباحا، ما قدر ياخذ فهو اكيد مثل لازم يحضر. طيب الشيء السريع ممكن يكون كاسه حليب مع قطعه فواكه، ممكن تكون تمر، ممكن يكون حليب مع شوفان عشان نحاول ناخذ مصدر نشويات كامله، ممكن تكون ولو سندويشه صغيره قطعه توست مع لبنه او شيء كثير خفيف بس لحتى يعطيه طاقه عند الصبح، ممكن تكون بيضه مع كاسه حليب، يعني في خيارات كثير وتكون سريعه وما بدها تاخذ كثير وقت من الطفل. نعم. والاهم انه ياخذ معه وجبه كثير متوازنه وكثير صحيه على المدرسه مشان ما يرغب بالمرغبات اللي موجوده بتكون بالمدرسه بالاكثر. نعم. هون غزل خلينا نقول امام الام هيك طريقه احيانا تلجا لها انه تحتال على الطفل. أكيد. الطفل بحب الملونات. يعني اذا كاسة الحليب ما بيحبها حطيتي له كاكاو فيها بيشربها، يعني بنعرف من حالنا وقت كنا صغار من الاطفال اللي بنشوفهم انه حليب ما بيشرب بس حليب وكاكاو بيشرب فيها شوكولا، هو خلص اوكي صار بيقدر يشربها. هون عم ياخذ العنصر الغذائي صار، وممكن تنكه له اياها بشيء تقول له هو شوكولا والكاكاو هو ماده طبيعيه وامنه. قد ايه كمان الام هون على عاتقها شوي تتحايل عليه، ممكن تحط له صحن الرز وتزين له اياه بشيء اخضر انه منظره حلو بيصير فبياكله هو الطفل بياخذ العناصر. حتى اللانش بوكس اللي بتبعته معه على المدرسه يفضل انه على طول تنوع فيه، الطفل بمل اذا انا كل يوم عم ابعت معه نفس السندويشه نفس السندويشه نفس الشكل، هو بمل من هاي الشيء اللي هو عم ياكله، نحن الاشخاص الكبار بتملي. صح. فهو يفترض انه ننوع ان كان بمحتوى السندويشه والانواع اللي عم نحطها وان كان بالشكل، ممكن نستخدم مره صمون، مره توست، مره خبز اسمر، كثير مهم نركز على النشويات من هو صغير الكاملة حبتها الكاملة لأنه فوائدها أكثر للطفل. كمان من نوع بالحشوة ممكن نجيب قطاعات الخبز ونقطعهم بأشكال معينة، فالطفل وقتها بيشوف مثلا التوست بشكل وردة أو بشكل قلب برغب أنه يأكلها مع خضرة شيء مزين ملون. حتى الزعتر ممكن يحطوا له بقلبه بندورة وخيار، مو ضروري خيارة جنب السندويشة بفرق والله عن جد. يعني كنا بنتذكر لبنة ضلنا أسبوع لبنة ما عاد تأكلي لبنة بنوم، أو سندويشة الزعتر مع الخيارة جنبها تماما. فهو التنويع كتير مهم، وكمان لازم يكون في تنويع بالانواع الخضار وانواع الفواكه عشان كمان الطفل يرغب انه هو عم ياكل الفواكه. بالعكس هي فتره كثير مميزه انه انا ابعت فواكه معه على المدرسه بستفيد انه هو حياكلها لانه هو حيجوع بقلب الدوام، فاذا بعتها بطريقه مميزه فممكن ياكلها ويتحمس انه ياخذ هاي الفوائد منه. نعم اكيد. ويمكن كمان خلينا نحكي شوي هيك على شغله كثير مهمه اللي هي النقرشه. يعني كيف انا بقدر اعمل نقرشات ياخذها الطفل معه ما يضطر يشتري، لانه غالبا بتنترك السندويشه على جنب، ينشرها كيس الشيبس، البسكويت، العصائر الملونه مو العصائر الطبيعيه. تمام. هون تبدا رحله الالام مع الام دائما. فشو الشغلات النقرشات الطبيعيه هلا؟ البوشار مثلا بنعمل بالبيت وله فوائد كثير. هلا البشار ممكن يكون كسناك ونقرشه كثير صحيه، ممكن نعمل شيبس بطريقه صحيه بالبيت اللي هو بيكون عباره عن شرايح بطاطا بنحط لها منكهات وبنشويها بالفرن مع شويه زيت، فكمان بنكون عم نعطيه شيبس للطفل بكمان بطريقه صحيه. في كثير اكلات حلو طعمتها حلوه بتكون بيدخلها التمر بالمجمل لانه التمر هو طعمته كثير حلوه، وقت بنعمل اكله حلو بالتمر بتلاقيها عن جد يعني كميه الحلاوه اللي فيها كثير طيبه وبيرغب الطفل، واذا ساعدنا هو انه يعمل هاي اكله الحلو ممكن تكون طابات من التمر والشوفان، فهو بياخذ كمان نقرشات واشياء صحيه. انا عم اضمن عم ياخذ سكريات مفيده ما عم ياخذ سكريات سريعه.
أكيد نعم. مثل ما بنعرف أيضا الأطفال بحبوا يشتروا، يعني حتى لو معهم أكلاتهم فهنن هون بحبوا يشتروا، ممكن وقتها يهمل السندويشات تبعه ويروح يشتري. فهون الأهل مو بخل طبعا، قدامهم هم يحددوا المصروف، يعني مو إنه ولا تعطي ابنه سندويش وأكل وتعطيه زيادة مصاري ليقدر هو يشتري اللي بده إياه، وممكن السندويشة تنعطى لرفيقه ما ياكلها، ممكن يكبها. وكثير الأطفال بنلاحظ طبقاتهم بالمدرسة مليانة أكل يعني وما عم ياكلوا، فهنن بهالحالة معهم مصاري ما بيهمون، فقدامهم كمان هذا الموضوع. هلا المهم هاي النقطة، بحس إنه بهذا الجيل المهم إنك توصلي معه على اتفاق، لأنه إذا حددتي له شيء أو منعتيه عن شيء كمان بيعمل عكسه تماما، ورح يلعب عليك بطريقة أو بأخرى ليعمل اللي براسه، لأنه هو كل ممنوع مرغوب. فممكن نحن كثير انه نحدد لهم للاطفال ايام ياخذ فيها هذا الحلو نعم. او الشيبس او يشتري، ممكن نحدد له يوم بالاسبوع، نحن يوم بالاسبوع انت ممكن تاخذ من البوفيه تبع المدرسه نعم. تشتري من البوفيه تبع المدرسه الاكلات اللي انت بتحبها. بهي الطريقه ما رح يحس حاله ممنوع، رح يحس حاله انه انا رح انطر مثلا يوم الخميس لاشتري وجبه حلو كثير حلو نعم. صح. طيب خلينا نحكي عن اهم المكونات الغذائية اللي لازم تكون موجودة باليوم، مثل ما قلنا عند أطفالنا ابتداء من وجبة الإفطار للمساء، أهم العناصر لازم كل يوم يأخذها الطفل. تمام. هلا بالنسبة للغذاء الطفل حتى يكون غذاء متوازن لازم يكون عم ياخذ من كل العناصر اللي هي بروتينات، كربوهيدرات، المعادن، الفيتامينات، بالإضافة للدهون تكون مصدر دهون صحية. فممكن نحكي إنه البروتينات لازم ياخذ بيض، حليب، لحوم ودجاج، إذا ما في فينا نبدلهم بعدس، فول، حمص، ففي الأنواع كتير متوفرة موجودة عند الأهل، فلازم يأخذ منهم هاي مصدر بروتيني باليوم. بالنسبة للنشويات لازم يركز مثل ما حكينا على الخبز والقمح الحبة الكاملة، فنحاول نأخذ الخبز الشوفان أو الخبز الأسمر، نحاول ندخل الشوفان بأكلاتنا كان بوجبات الغداء أو الفطور أو حتى العشاء، لأن الشوفان ممكن يعمل شوربة، ممكن ينعمل مع الحليب، في كتير وصفات حتى للشوفان. بسكوت حتى حلو، ففي له كتير وصفات نبلش ندخلها وله كتير فوائد للطفل، لأنه بيمده بمصادر فيتامينات كتير عالية، من الفيتامينات بي اللي بتساعده على التركيز. تمام. كمان بالإضافة للفيتامينات اللي هو بياخدها من الفواكه، نركز كتير ضروري ومهم إنه الفواكه ياخدها من الفواكه الموسمية، يعني ما نجيب فواكه غير موسمية ونعطيه موسمة. تماما. فكتير مهم إنه والتنويع، يعني مو عطول مثل ما حكينا عطول تفاح عطول تفاح، ننوع بين ممكن. أنواع الفواكه نعم. ونجدد بين طريقة التقديم. صحيح. قد ايه مهم الطفل يعرف القيمة الغذائية للشيء اللي هو عم بيتناوله، ويعرف انه ليش هي بدنا ناكلها باستمرار وليش هي لا، يعني السبب. معلش احيانا بيقولوا الطفل ما رح يفهم، الطفل هو اكثر حدا ممكن يستوعب هذا الموضوع. مزبوط. فوقت تقول له الام انه كاسة الحليب بتخلي عظمك قوي، بدك تكبر مثل رفقاتك، ما انت عم بتعاني من شيء ممكن بكره انه ما بتطلع، انت بتطول بسرعه، فهي عمليه نمو، لازم انه الام تعطي الطفل هالمعلومات قد ايه مهمه. كثير مهمه، ومثل ما قلت لك هذا الجيل صار مثقف على هاي المواضيع، ما عاد انه هذا الحليب بس بقوي العظم ونقطه، عم ياخذوها بطريقه بالمنهاج بالمناهج الدراسيه بطريقه كثير ممتعه، فعم توصل لمخهم بطريقه عن جد هن عم يستوعبوا هذا الشيء، وهذا الجيل كثير ذكي صراحه، ف يعني فينا نحكي معه بطريقه علميه ونوصل له المعلومه بطريقه على قد عمره طبعا، لانه مهما اقتنع بهذا الشيء ضلت هاي القصه معه عاده، هو عرفان انه انا لازم اخذ مصادر كالسيوم كامل الحليب او اللبن او الجبن. صحيح. انا خلص هاي المعلومه صارت بمخي، ما عاد في داعي حتى وقت اكبر انه حدا ينبهني انه انت ما عم تاكل كالسيوم صار معك نقص كالسيوم، انت ما عم تاكلي بيض فصار معك مشاكل بالبشره وبالشعر وبال 100%. فنحن لا، يعني صار في عندي انا هاي المعلومه مرسخه بمخ الطفل. نعم. كل ما بلشنا من الصغر كل ما كان احسن. صحيح. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم وعلى كل النصائح اللي قدمتي لنا. شكرا كثير لكم. شكرا لك غزل الحلاق اخصائيه التغذيه على المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها، نورتي صباحنا لليوم، ومعك سلمى. شكرا لك.